خويا هاد السلعه عطينا بالجمله عطينا 92 وحنايا كنطلبوا 110. وهاد السلعه صاحبي مخوده في الاول في 66000 وصوب معايا دابا 3 اشهر. صوب معايا في هاد الحولي حيد ديال الفلوس خليني ندي حولي ديالي. 110 بزاف عليا و 140 ندي ما نخليش ورايا. ودابا عاطين 110 دابا 140 ندي ما نخليش ورايا. هادشي هادشي راه عاود جمع فلوسك. بنادم دابا كاين اللي ما عارف كيشوف الحولي كيقول لك 110 ودابا مخوذين ب 66000 3 شهور ما ياكلوا ما بلا حساب. الحق وحط الشناقه موجودين كلها كيضرب على راسو. بنادم هنايا كياخذ حولي يصور فيها 4000 5000 6000. خويا السوق مزيان الثمن مليح راه بثمنه واللي مويال راه بثمنه كل حاجه بالثمن ديالها. الثمن هذاك اخويا 75 وكل حاجه على قودها مليح راه هذاك 75 ومليح راه بثمنه وكل حاجه بقودها والسوق راه كلهم عام نتلاقاو. هادشي اللي كاين هو هذا هادشي اللي كاين حولي مليح حط التقليبه ديالو. هذا شحال 75 التقليبه ديالو هي هادي. هذا هو الحولي المليح. ها الشده ديال الحولي اش قالوا ناس هاهي مليح الحاجه خويا على قودها. فينا مرقد نتوما ولاد بوزيري واثمنه خالي خياليه على الفلاح اخويا. والكساب راه محن راه محن راه محن الكساب واخا واخا يبيع باش ما بيع ما يتخلص. ياك سمعنا بلي الكساب خدا الدعم ديال العلف. ما كاين حتى دعم. الدعم في رويزه شعير ب 40 ريال ودايره في السوق دايره 46 ريال. 40 ريال وفينا هي الشمنطر فينا النخاله النخاله فينا الضرب 74 الشمنطر ب 64 ريال النخاله ب 5 ب 54 فين هاد الدعم؟ يعني شي واحد لا جايب معاه 2000 درهم ما غيشريش حولي غادي يشري. كاين يشريها ب 150 الف فرنك باش يشري ماشي ب 40 الف. وانا خويا راه المليح راه بحقه.